طيب، مجموعة ملاحظات. أولاً، وده شيء أنا منزعجة منه جداً، كل من هاجم كبار السن وقال إنها انتخابات مسنين وألفاظ كتيرة بقى، ما هو انتوا أصلكوا اللي فوق سن 40 دول اللي بيحبوا العبودية، ما دول أصلهم اللي كذا، كل هذا التلفظ اللي على السوشيال ميديا الهستيري، في تلفظ هستيري على السوشيال ميديا وحالة من جماعة الإخوان والكارهين لهذا النظام هستيرية. يا جماعة احنا لسه ما قلناش الأرقام، انتوا مالكوا مرعوبين كده ليه؟ ايه حالة الفزع؟ احنا نفسنا ما نعرفش اي ارقام وما نقدرش نقول على اي مؤشرات، وانا قلت قبل كده لا الطابور مؤشر ولا انعدام الطابور مؤشر، والمؤشر هو صندوق الاقتراع وهو ده اللي هيقول لنا الواقع عامل ازاي. فايه حالة الفزع والهلع والشتيمة والسباب اللي واصلة لمداها؟ لكن ماشي، شتيمة والسباب عادي، لكن ان انت يكون عندك مش عارفه اسميها ايه، قله الادب، البجاحه، انا يعني بحاول الا استخدم الفاظ يعاقب عليها القانون، الرجال والنساء من كبار السن اللي راحوا ينتخبوا وتسميهم عبيد وتقول عليهم دي اصلا انتخابات مسنين وتتكلم على وتهاجمهم، دول امك وابوك واخوالك وعمامك. كل من قال هذه الجمل الحقيقة لهو أهل أن يكون ابن هذا الوطن، وله أهل أن يكون واحد مننا. ده شيء مقزز أنه يقال عليه مصري من لا يحترم كبار السن. ده كبار السن، ده انت في العالم كله بتحترم كبار السن وبتوسع لهم، لهم مكان في الشارع، لهم مكان في الركنة، من سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم. فانت جاي تقول ان كبار السن دول عبيد ودول اصل دول عبدة البيادة ودول كذا ودول كذا؟ ده يعني بصراحة يعني ان كنت من الاخوان فانت يعني اهل لهؤلاء الاخوان، وان كنت من المصريين فهذا عار عليك، وعار بصراحة على رباك انك تطلع ما تحترمش وما توطيش تبوس ايد امك وابوك. في الارياف علمونا، معلش اصل انا من الريف، علمونا الكبار بننزل ايد ابونا وامنا وايد جدودنا، ده اللي نعرف نعمله، ده اللي بنعمله حتى لو كنا ذهبنا الى اعلى المناصب، بس في النهايه يخش ابوك بنقف، كلنا بنقف واقفين احتراما ونوطي ايد نبوس ايدهم مش نشتمهم ونهاجمهم. لكل هؤلاء، لستم أهل أن تكونوا أبناء هذا الوطن، لأن الوطن ده وطن محترم بيطلع شباب محترم وبيطلع رجال محترمين ونساء محترمين. كل واحد من دول ده إيه الغل يا أخي اللي واكل قلوبكم ده؟ ده أنتوا هتموتوا من الغل وهتموتوا من الحقد.